هلا ومرحبا ومسهلا. طبعا بقول لكم شيء والله بناتي، يعني يمكن انا استحي افتش الاسولف عن زفاف وانا سايب، بس ابي ابلغكم ان الكميه الموجوده كميه جدا بسيطه، احنا نزلناها حق العيد، بالاضافه الى العمام انزلوا هم بعد عتيجهم سيان، وصارت لنا دفعه مو وايد كبيره. بس قلت اذكركم ان ترى هذه اللي الحين الكميه الموجوده موجودة، بس راح تكفي الحين هالفترة هذه يعني. فاللي بخاطرها زفاف أنا سايب زيادة بسرعة. سوري عشان لا حد يفهمني غلط، بالنسبة حق المتابعين الجدد، شنو جملة أقصد إني أستحي أسولف؟ لأن هذولا تاريخ العطور حكي فيهم، تاريخ العطور آخر 3 سنوات هو يتكلم عنهم، فأنا أحس يعني فش لك كل حق الناس تسوي زفاف نسائي؟ الناس احفظوهم، بس لابد ان في ناس جديدة، وحق الناس اللي اصلا فانزهم راح ابلغكم ان الكمية الموجودة جدا بسيطة، يدوب احنا منزلينها حق يعني اللي قدرنا نجمعها حق العيد. لا تنسون انا قلت لكم هالاثنين بالذات زفاف نسائي راح ادخلهم جينس، شلون مالون ما ادري، بس هذول الاثنين على مشارف جنس ان شاء الله. طبعا رحني حق الشيخين عتيج وسيان، طبعا هذول انا اشتغلتهم كل حب مع براند عتيج، سويتهم باسمي من احلى مثبتات البخور. لما تجين تبخرين يعني شوفوا في اشياء انت ما تستغنين عنها خلاص، يعني تصير اللي تثبت تبخيرتك وتزيدها حالات، اللي هما عندكم عتيج ومسيان، هذولا كله شغل خلط، تخلطينهم مع بعض، تخلطين فوقهم زفاف أنا سايب. المهم هذه الأشياء والله يمكن ما يحتاج أسولف عنها، بس للتذكير، لأن أنا شيك أسمع بوتيكات عشان يقولوا جمال ترى كلهم في عدد بسيط، فأنتي نبيهم اللي يبي يأخذ هذه مؤونة العيد. أنا أي عطر أحس إنه بيخلص أوقف استخدامه كله كذي تأهبا للطوارئ. فالحين بدا ما نزل برجع مرة ثانية الحين أخذ يوم شاور.